الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليك وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفرني تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المؤاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسعلتك فاسمع يا سميع مدهتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد عقلتها ورحمة قد نشرتها وهلكة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه من الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وأرفتني من إجابتك فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بآقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على أبد اللعيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي أنت وتتهبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإسباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمي
والحمد لله على عفوه بعد قدرتي والحمد لله على طول أناته في غضبي وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يقيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت
وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علينا أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وهجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته لا أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز بي وانصره وانتصر بي وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أذهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعطنا وشعب به صدعنا وارتك به فتكنا وكثر به كلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به آئلنا واقض به أن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا
ويسر به أسرنا وبيت به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح تؤجله وبضر تكشفه ونسر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وآفية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي إليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والهوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وهج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسعلة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراعة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي أضابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المهتوم في الأمر الحكيم
من القضاء الذي لا يردال ولا يبدال أن تكتبني من هجاج بيتك الحرام المبرور هجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمري في خير وآفية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يتلو الفجر من ليلته هذه ولققبني تبية أو ذنب تؤذبني عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل غريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد دنیا سے کائنات کا مولا چلا